شباب، عندكم فد شي بعد المحاضرة مالتنا؟ عندكم محاضرة يعني قصدي أقدر شوية نتأخر ورا المحاضرة مالتنا؟ على كل حال نحاول عاد نلتزم بالوقت مالتنا. زين، تسمعوني شباب؟ نعم دكتور نسمعك. نعم دكتور، بس بدي اقطع شوي. احنا نعم محاضرة دكتور عشرة نسمعك. ونص عندنا ويا دكتور عامر منشآت هيدروليكية. طيب اوكي، عاد ما رجع لك. اوكي ماشي. موضوعنا اليوم هو يخص شلون احنا نتعرف على موضوع استهلاك الوقود. الوقود طبعا يدخل بالمحرك، راح يصير بيه عملية احتراق مثل ما محركات السيارة، بس هنا احنا عندنا أكثر من نمط، احنا عندنا الديزل وعندنا الغازولين. شوف هنا هسه بالبداية هاي المعادلة الفيول أماونت، الحقيقة هي مو فيول أماونت، هي فيول كونسامشن. هنا الأماونت يعني مقدار الوقود، احنا استهلاك الوقود، فهنا هاي الأماونت تغيروها الى consumption يعني استهلاك الوقود مو حجم الوقود. فهاي هو لتر بير اور، دائما الوحدات مالتنا هي انت ايش قد تستهلك بالساعه من اللترات. ومره ثانيه نرجع انه نقول انه الاليات والمعدات بالصناعه الانشائيه او بعمليه التشييد ما تعتمد على سرعه الماكينه والمسافه اللي قطعتها، مثل ما احنا نشوف يعتمد على المسافه. واحيانا اذا واحد يستعمل السياره بشكل سريع قد شويه يستهلك المحرك اسرع. هنا أنا ما عندنا اسلوب الوقت. المعادله اللي تخص استهلاك الوقود الكونسمشن، هاي نغيروها الكونسمشن، هي الاف، راح نعرف بعدين الاف بي الاتش بي القدره الحصانيه. هذا طبعا هو الاف اوبريتنج فاكتور، معامل التشغيل في 0.23 اذا كان غازولين او 0.15 فور ديزل. هاي فاكتورات ثوابت. اذا اكو واحد عندكم شويه عنده صوره على الديزل، الديزل صار شويه يعني القوام مالته اكثر من الاعتيادي هذا الغازولين، فيصير شويه استهلاكه اقل بالمركبات او بالاليات والمعدات، لذلك يكون اقتصادي اكثر. فالمعدات الكبيره او السفن او المصانع ما يستعملون هذا الوقود الاعتيادي اللي هو البنزين مثلا، يستعملون وقود الديزل لانه اقتصادي راح يكون، بس عمليه الحرق مالته مو سريعه مثل البنزين، فتحتاج الى طبعا اسلوب اخر، مو لكات وتجي عندك شراره كهربائيه مثل ما بالسياره، باسلوب اخر. عملية احتراق راح تكون شوية أبطأ، بس كمية الطاقة اللي ينتجها تكون أعلى. يعني إذا تقارنون هذا الديزل تقريبا، خلينا نقول نشبهه بالنفط، والبنزين أنتم يعني يمكن أكثركم شايفينه وتعرفوه، إذا تاخذ لترة من البنزين وتحاول تحرقها، طبعا هاي كلش خطرة لو راح ينفجر عندك ويقول يسوي لك يعني حريق. بس يعني أعطيك بس فالصورة، تشوفه سريع الاشتعال مثل الغاز ينفجر، يعني ما تلحق عليه، عملية احتراق ينفجر. وانتم شايفين اكيد يعني بعض الشغلات في اليوتيوب مرات تصير حرائق بالبنزين، بالبنزين خانة او غير مكان. النفط بالعكس يشتعل لكنه بشكل ابطأ، عملية اشتعاله بطيئة لكنه يطول اكثر. يعني البنزين رأسا ينفجر ويحترق وورا ثواني لح يعني شو اسمه توقف عملية الاشتعال. بس عطوا فد ثانيتين.
اوكي. فهذا هو الفارق بين الديزل والغازولين او الوقود الاعتيادي اللي هو البنزين يعني اقصد به. وعلى التشغيل هو موضوع اخر اللي هو موضوع استعمال الاليه. قد انت راح تستعملها فترات الزمنيه، مثلا الاليه خلينا نقول بالموقع قاعد تستعملها لمده مثلا من الصبح لحد الظهر. قد انت راح تستعملها من هذه الفتره؟ يعني الاليه تبقى مستمره بالتشغيل لو يطفيها ويشغلها. بعدين من يشغلها قد راح يستعمل من قدره المحرك القصوى؟ هذا هو يخص معامله التشغيل. القدرة الحصانية للمحرك هي الـ HP، ومعظمكم يعرف أنه شنو معناها. أحد يقدر يشرح لنا يا القدرة الحصانية من عندكم يوضحها؟ زين، ليش استعملوا يعني مصطلح الحصان؟ مصطلح الحصان هذا دكتور أعتقد هو من زمان يعني كانوا وسيلة النقل كانت العربات، ف نعم يعني لذلك قاموا يحسبوها يعني بالحصان. بالضبط، وسيلة النقل كانت العربات، كل ما يحطون أحصنة أكثر كل ما تكون العربان لها قدرة بالمشي أكثر، يعني تقدر تسحب أحمال أعلى وسرعتها تكون أسرع. فقامت يعني صارت عادة أنه تقاس القدرة بالأحصنة. طبعا أكو بالكيلوات ايضا تقاس، بس جرت العاده شيء مالوف عندنا. احنا نسال سياره مثلا جت قدرتها، واحد مثلا يقول لك 160 حصان 200 حصان، فصار عندنا فد مؤشر على مدى كفاءتها. نرجع مطلوب المحاضره، هاي الاكويجن من خلالها راح انا اقدر اطلع استغلال الوقود. عندك هنا الاوبريتنج فاكتور متكون من عاملين مضروبة في بعضها، الانجن فاكتور والتايم فاكتور. الانجن فاكتور هو شنو؟ The percentage of time in which the machine is operated at full power during one work cycle. العمل مالت الآلية أحيانا يحتاج أنه الإنسان يستعمل طاقتها القصوى، مثلا بالشفر باللوري، من يحمل ويبدي يحرك مثل اللوري. أول ما يبدي يحرك الآلية أو اللوري يحتاج أنه يدوس لها بنزين أو يدوس لها غاز أو يدوس لها ديزل حتى تنهض. هاي عند يعني المرحلة من الصفر إلى أن تبدي تمشي وهو محمل بالأحمال، هاي عنده يستعمل لازم الطاقة القصوى مالت الماكينة. وحتى أثناء السيارة من يريد يعجل أيضا يحتاج أنه يستعمل الطاقة القصوى، بس يجوز بشكل شويه اقل. عندنا السايكل، شنو مقصود بها السايكل؟ السايكل هي اكو دوره الماكينه مثلا او الحفاره او الشفل او اللوري بيشتغل ويعيد العمل مالته. يعني مثلا اللوري يحمل من موقع ويروح الى موقع ثاني يدب الحمل مالته ويرجع، يرجع على نفس النقطه. فهاي نسميها احنا دوره كامله. الشفل مثلا راح يجي يرفع هذا الحاوية أو الكيلة مالته، يحملها مثلا بالمواد الإنشائية أو التراب أو أي شيء، وبعدين يجوز يلوف يدورها أو يعني مهم ينقلها إلى مكان آخر، يذب الحمل مالته ويرد مرة ثانية يعيد هذا الأسلوب نفسه. هذا نسميه أيضا دورة كاملة. هنا موضوع الانجن فاكتور هو يقول the percentage of time، هو نسبة الوقت اللي من خلالها يكون ايش قد يستعمل الطاقة القصوى او الفول باور بالدورة الواحدة. زين، زائد the percentage of time in which the machine is operated at less than its full power. يعني مثلا هو يستعمل الطاقة القصوى خلال مثلا ربع الدورة، وثلاث أرباع الدورة هو اللي يستعمل أثناء السايكل مالته، يستعمل مثلا نص القدرة الحصانية. هذا هو مفهوم الـ operating factor. الـ time factor هو الـ average time that the machine is operated in hour. شنو الـ time factor؟
هو عندك مثلا خلال ساعة واحدة ايش قد هو السائق بيشغلها وايش قد يطفي الآلية، احنا تبقى مشتغلة من الصبح للظهر، نشغلها مثلا ابو الشفر بنحمل باللوري، اللوري راح يتحرك ويروح يذب الحمل مالته ويرجع، الى ان يرجع هو راح يشغل الماكينه مالته ابو الشفر، ما عنده شيء يسوي، او اذا عنده لوري اخر ايضا يبي يحملهم، ومن ما عنده شيء راح يطفي المحرك. فهذا هو معامل الوقت. كذلك كان عندنا معامل التشغيل يتكون من معاملين، الانجن فاكتور او معامل المحرك والتايم فاكتور. معامل المحرك قلنا عليه انه هو نسبه استخدام الاليه بطاقتها القصوى خلال السايكل الواحده او الدوره الواحده، مع نسبه الوقت اللي تستخدم به الاليه يعني بطاقه اقل من الطاقه القصوى. وحنشوف عندنا في المثال راح نشوف شلون احنا من خلال هذا المفهوم بس نحسب الاوبريتنج فاكتور. عندنا ايضا بالنسبه للزيوت عندنا اكويجن ثانيه اللي هي تحدد استهلاك الزيوت، ومره ثانيه ايضا هاي الاماونت تبدلوها كلمه اماونت تسووها كونسامبشن. فالزيوت طبعا الزيوت ما تحترق يعني ما تحرق داخل المحرك، الزيوت لها وظيفة أنه تقلل الاحتكاك داخل المحرك، وأيضا تنقل الحرارة من الأجزاء الحارة إلى الأجزاء الأخرى، لها وظيفتين. ليش إحنا نبدل الدهن طالما هو ما دا يحترق داخل الماكينة؟ لأنه بعد فترة هو دا يتعرض للحرارة، يتعرض إلى المناطق اللي بها احتراق، فيتكون بكربون، وبنفس الوقت مرور الزمن اللزوجة مالته راح تكون غير صالحة، لأنه بي راح تصير بارتكلز، هاي البارتكلز قسم معناتها هي جاية من الوقود يحترق، وتعرفون أنتم البستم اللي يتحرك هذا البستم حركته داير مدار يكون أقوى عدة زيت حتى يتحرك بشكل سهل. فهذا الحجرة مالت المحرك من يصير فيها احتراق اكو مناطق مالزية موجودة بالحجرة، فهاي راح يصير بيها احتراق وكربون للديزل، وايضا هو الدهن مرور الزمن ايضا يصير به احتراق، مثل ما انت تشوف الواحد مثلا بالبيت من يقضي بالطاوله قد اكله معينه بيضه قد شيء ورا فتره الدهن يصير اسود. نفس الحاله عمليه ايجاد استهلاك الزيوت اللي هي تقاس باللتر كير اور، زين هي ايضا تعتمد على الاتش بي القدره الحصانيه، كل ما كانت القدره الحصانيه يعني القدره اللي المحرك راح ينتجها مقاسه بالحصان مضروبه في الاوبريتنج فاكتور اللي قبل شوي حكينا عليه، في فت فاكتور اللي هو 0.0027 على 0.89 زائد فد مقدارين سي اوفر تي. هنا السي اوفر تي هاي شوية غريبة علينا، السي موجودة عندك هي الكاباسيتي أو سعة حجم الزيت. نعرف أنه إحنا بالسيارة من نبدل دهن فالسيارة مثلا بيها في المكان اللي يحول الكيس يصير أسفل السيارة اللي هو خزان الدهن اللي بعدين راح يصعد إلى المحرك من خلال أكو مضخة مالت الزيت حتى تسوي دورة مالت الزيت داخل المناطق اللي هو راح يسلكها. فالحجم مالت حجم كمية الزيت هو السي. انت هو الفترة الزمنية بين تبديله وتبديله، يعني انت كم ساعة تحتاج حتى تبدل الدهن بين فترة وأخرى؟ هذا هو معناها التي. زين نجي ناخذ مثال على هذا الموضوع، يقول باور شطر، يعني شطر دي قدرة حصانية مقدارها 160 حصان. طبعا 160 حصان تعتبر يعني قليلة، هي السيارات الاعتيادية يعني قدرتها 160 حصان. على كل حال يستخدم وقود الديزل، يعني هنا المحرك مالته مصمم على الديزل
زين، وهذا الشفر يستخدم بالموقع حتى يحمل التراك، يحمل اللوريات. نعرف انه الشفر له عده استخدامات، ممكن انت تدفع به مواد انشائيه، ممكن انت تحمل لوريات وهكذا. يقول هاي الاليه والمعدل تشتغل بطاقتها القصوى خلال التحميل. طبعا اثناء التحميل الشفر من يدفع الحصو حتى يعني يترس الكيله مالته وبعدين يرفعها، فيحتاج انه يستخدم الطاقه القصوى مالت المحرك والطاقه الكامله للمحرك. فهنا ايش قد يستخدم هاي الطاقه القصوى؟ يستخدمها لمده 5 ثواني من الدوره مالت الوقت مالته، دي هي 20 ثانيه. يعني كل 20 ثانيه راح شو يسوي الشفر؟ يحمل، بيروح للوري، يذب الحمل مالته، يرجع مالت اللخي. هاي الدورة تستغرق 20 ثانية، هو 5 ثواني من عدها يحتاج يستخدم المحرك بالطاقة القصوى مالته. يقول the rest 15 second، 15 ثانية المتبقية راح يستخدم هو نصف قدرة المحرك، ما يحتاج انه يستعمل طاقة القصوى الا في عملية التحميل. بعد يقول also the equipment stops working from 10 to 15 minutes per hour. في كل ساعة عمل السائق مالت الشفر راح يطفي الشفر لمدة مقدارها من 10 الى 15. فانت هنا من 10 الى 15 يعني مخير بين انه تاخذ العشرة الى 15. calculate the fuel amount، المفروض يكتب fuel consumption used to operate the shuttle. يقول احسب مقدار استهلاك الوقود في هذا الشفر. طبعا حتى احنا نطلع مقدار استهلاك الوقود لازم نستعمل المعادله اللي هي المعادله الاولى اللي شفناها، أول معادلة أخذناها هاي اللي هي الاف مضروبة في القدرة الحصانية. الاف هو معامل التشغيل ومضروبة في فت فاكتور، يخص واحد للديزل وواحد للغازولين. الديزل ليش أخذنا معامل مالته أقل؟ لأنه يصير قوامه يعني ثخين وما يحترق بسهولة، فيصير اقتصادي مثل ما شفنا النفط والبنزين. نرجع مطلوب في معادلتنا، هاي معادلة نفسها. طبعا راح يستعمل الديزل لانه هنا اللي يقول لك هو محرك مال ديزل. راح نطلع احنا معامل التشغيل، مين راح نطلعه؟ احنا عندنا الفترة اللي يشتغل بها بالطاقة القصوى هي 5 ثواني لكل 20 ثانية، وبعدين 15 ثانية اللي تبقى من اساس الدوره اللي هي 20 ثانيه راح نضربها في 0.5 اللي هي نصف قدره المحرك. فطلعنا هذا 0.625، هذا معامل شنو؟ هذا الانجن فاكتور، معامل المحرك. يعني جزء من الدوره نستعمل به الطاقه القصوى ضربناها في 1، وبقيه فترة الدورة نستعمل بها نصف قدرة المحرك. نجي على التايم فاكتور أو معامل الوقت. إحنا شوفوا هنا من 10 إلى 15 دقيقة لكل ساعة، زين المحرك راح يكون شنو؟ متوقف عن العمل. فقسم 50 يعني ماخذ 10 دقائق، 10 دقائق اللي هو الوقت اللي حيوقف بيه المحرك. فالوقت اللي يشتغل به هو 50 دقيقة، فخمسين دقيقة ده يعمل بيها المحرك على 60 يطلع لك 0.833، هذا هو التايم فاكتور. الاوبريتنج فاكتور هو عملية ضرب الانجن فاكتور في التايم فاكتور، فطلع هذا هو الاوبريتنج فاكتور. فنسى بعد عملية بس انه تطبق المعادلة، الـ F هو 0.52، القدرة الحصانية موجودة بالمثال،
160، وعندك الـ 0.155 تخص الديزل، يطلع لك انه مقدار استهلاك الوقود في هذا المحرك هو 12 وتقريبا نص لتر بكل اور. طبعا هنا الوحدات لازم تخلوها مهمة، يعني هذا شنو؟ يعني لتر باليوم يستهلك، لتر بالساعة، لتر بالدقيقة، فلازم تخلي لتر بكل اور. نيجي على المثال الثاني اللي هو يخص عملية إيجاد استهلاك الزيوت. عندنا معدة قياسية، آلية قياسية، قدرتها الحصانية 100 حصان، وسعة خزان الزيت هو 15 لتر. يقول الوقت اللي يتطلب تبديل الدهن هو 100 ساعة. طبعا هاي العملية تجي من خلال المانيوال مالت الآلية، كل آلية لها تصميم خاص، فيقول لك إنه أنت الدهن لازم تبدله خلال مثلا 100 ساعة، 50 ساعة وهكذا. وأيضا يعتمد هذا ال 100 ساعة على الأوبريتنج فاكتور، عامل التشغيل، يعني هاي ال 100 ساعة هي 100 ساعة من العمل. بس هل إنه أنت استخدمت بيها المحرك بالطاقة القصوى أو بالطاقة الأقل وهكذا؟ فكل ما يستخدم يعني الطاقة القصوى كل ما المفروض الفترة الزمنية تكون أقل من هذا الاستهلاك. وأيضا شنو بعد يعتمد استهلاك الزيوت؟ على نوعية الزيوت، أكو زيوت تتحمل ساعات أكثر، يعني أكو زيوت بالحرارة تتغير تركيبتها، لكن أكو زيوت تبقى تقاوم أكثر. وهذه هي المسائل اللي تحدد عملية استبدال الزيت، الفترة الزمنية اللي احنا هسه ندرسها هاي التي تعتمد على هاي النقاط اللي حكينا عليها. فشلون راح نوجد عملية استهلاك الزيوت؟ اللوبريكيشن مفروض هنا كونسامشن تساوي عندك هنا شنو هاي المية؟ قدرة حصانية. بعد الاوبريتنج فاكتور هنا ما سولفنا عليه، نعطيك اياه مباشرة ما يحتاج تحسبه، فهو 60% في 0.6. هذا الفاكتور هذا ثابت 0.027 على 0.89 زائدا شنو 15 اوفر 100، 15 هي سعة خزان الزيت، وال 100 هي الفترة الزمنية بين تبديل الدهن، كل 100 ساعة راح يبدل الدهن. فمجرد انه تطبق معادلة يطلع لك استهلاك الزيوت 0.332 لتر كير اور. يعني هنا واحد يسأل هل انه هذا الزيت يحترق؟ هو ما يحترق بالحقيقة، لكنه جزء من عنده يحترق، نعم جزء بسيط، لأنه دا يلامس الغرفة مال الاحتراق، لكنه هاي الكمية معناها هي قاعد تتلف خلال الساعة الواحدة. يعني أنت لازم تعوض بالساعة الواحدة بهذا الدهن، قد يكون جزء من عنده محترق وقد يكون جزء من عنده يعني موجود بالمحرك، لكنه الجودة مالته والكواليتي مالته صار بيها كاربونيشن. فإحنا نشوف الفترة الزمنية للتبديل اللي هي 100 ساعة لازم يتبدل كل الدهن مهما كان الدهن. يعني أنت بالسيارة مرات المحرك إذا تعبان يضيفوا له دهن بين فترة وفترة لأنه يحترق ويا الوقود، بس إذا المحرك جديد يبقى الدهن موجود مثل ما هو، لكنه نوعيته يصير يعني حتى من تفتح مكان الدهن وينزل راح تشوف لونه أسود، ويعني الشباب اكيد شايفين. فهنا عندنا شيئين، عندنا احتراق بس بنسبه جدا ضئيله، وعندنا هو نفس الدهن يتغير القوام مالته او المواصفات مالته. نعم دكتور. اكو سؤال شباب؟ دكتور هنا من قال 100 ساعة، ورا كل 100 ساعة لازم نبدله، هاي تعتمد على السيارة على الآلية وشلون نعرفها؟
هي الآلية إيهاب قلنا بيها يعني المانيوال مالتها أو الضوابط الموجودة بالكتيب مال الاستخدام يحدد لك الفترة الزمنية بين تبديل وتبديل، مثل ما عندك بالسيارة يعني بالمواصفات يقول لك هذا الدهن يتحمل مثلا 5000 كيلو أو 10000 كيلو. الحقيقة ما حد يبقى يعني 10000 كيلو ما أعتقد يتحمل على ظروفنا، احنا شوية جونا حار. هذا الشيء هو مثبت بالمواصفات مالت الزيت ومالت المحرك. يعني بالسيارة هو ينصحك يقول لك المفروض تبدل الدهن خلال 100 ساعة. طبعا الدهن كل ما يكون الكيس مالته حجم الخزان مال الدهن أكبر، يعني مثلا أنت عندك آلية نفس المحرك قدرتها 100 حصان، بس الخزان مال الزيت واحدة بيها مثلا 25 لتر واللخي بيها 10 لترات. أما 10 لترات المفروض الدهن يتبدل خلال فترة زمنية أقل، لأنه عملية احتراقه يكون كميته أقل فتكون أسرع من. فأول شيء هو يعتمد على نوعية الآلية، حجم الزيت. قلنا استخدام الآلية إذا استخدام دائما يتطلب القدرة القصوى مالت في ذاك الوقت، احنا مضطرين نبدل الزيت بفترات زمنية أقل. بس الآلية إذا كانت استخدامها بشكل يعني مريح فالدهن أكيد راح يطول فترة أطول. والنقطة الأخيرة اللي حكينا عليها أنه نوعية الزيت، يعني ستروح مثلا للمناشئ مال الزيوت، أكو أنواع هسه موجودة مثل هذا الليكوي مولي وغيره، فسمعتها حتى يقول لك هذا الزيت يستمر لمدة 20,000 كيلو بالسيارة. احنا الفترة الزمنية العادية اللي نبدل بيه زيت بالمحرك 3,000 كيلومتر أو 2,500 كيلومتر، طبعا نعتمد على المسافة لأنه ماكو واحد يسجل ساعة بس بالآليات على الساعات. أكو أنواع مال الزيوت تتحمل فترات زمنية طويلة، يعني ما يصير بها احتراق، التركيب مالته يقاوم الحرارة. أكو نوعيات لا. نعم واضح؟ نعم شكرا دكتور. لا 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 لا. واضح دكتور. نعم نعم دكتور واضح كلامك. نعم اوكي شكرا اوكي شكرا نعم اوكي اوكي والله صعب والله صعب. نعم اكو سؤال؟ لا دكتور لا ماكو سؤال. ماكو سؤال ماكو سؤال. نعم نيجي نسأل على موضوع الكلف. احنا قلنا نوعين من الكلف، طبعا الكلف احنا سولفنا عليها، الاسلوب يعني حسابات مالت تحتاج يعني واحد شوية تصحيح. احنا حاليا بس انا دا انوه لكم على حساب الكلف، لكنه ما يعني حتى نختلف عن بقية الشعب نمشي وفق المحاضرات حتى تكون يعني موحدة للكل. في حساب الكلف عملية هي استثمار للمقاول للآلية، يعني المفروض المقاول خلال الفترة اللي ينفذ بيها المقاولة جزء من أرباحها هي بالحقيقة يخليها للاستثمار بالآليات. فهنا يقول لك يعني هنا it is the cost of invested money، يعني هي جزء من استثمار الأموال، واللي هي عادة من 8 إلى 12% من الـ average value. يعني الـ average value شوية بيها فد شغلة صغيرة، رح يجي يحسب أنا أعتقد لو نخلي هاي المحاضرة، لأنه المحاضرة طويلة، نخليها على المحاضرة الجاية شباب، لأنه تحتاج وأنتم عندكم محاضرة بعد محاضرتي. أي بس نعم نشوف الأسماء، نشوف الأسماء مع الغيابات مالتكم.
شعبة أي؟ شعبة أي؟ أحمد عبد الستار، نعم دكتور موجود. أمير، أمير، إيلاف، نعم دكتور. ثقة، ثقة، جبرائيل، نعم دكتور. حسين، نعم دكتور موجود، حسين مصطفى. موجود، حيدر طارق، نعم دكتور موجود. اوكي بس لحظة واحدة. حيدر ودود، نعم دكتور. زين. رسول، نعم دكتور. زهراء، زهراء عبد الهادي، نعم دكتور. زهراء مثنى، نعم دكتور. زينب، نعم دكتور. شيماء، نعم دكتور. طه، عائشة، نعم دكتور. عبد السلام، نعم دكتور. علي محمد، علي، علي نعمة، فاطمة، فاطمة حيدر، فاطمة حيدر، كرار، دكتور أنا ما صحيت اسمي. شنو اسمك؟ فاطمة ناصر. فاطمة ناصر، اوكي زين. كرار موجود، محمد طالب، نعم دكتور موجود. زين. محمد رشيد، محمود العفو، محمود رشيد، نور عباس، نعم دكتور موجودة. زين. وجدان، نعم دكتور. يوسف، نعم. زين. اكو احد ما صح من اسمه او احد اللي سجلناه غايب هو دكتور طالب أمير. نعم أمير عايد شافي كتب لك بالرسائل إنه المايك ما ليش طبعا. شفت أي صحيح موجود. شنو عنده مشكلة بالمايكروفون؟ الظاهر هيك دكتور. طيب شعبة بي، شباب، عندنا إبراهيم عباس، إبراهيم عصام، أحمد عبد المهدي، نعم دكتور موجود. أحمد كاظم، نعم دكتور موجود. زين. بس سعد إبراهيم عباس، إبراهيم عصام ما موجودين. الحكم موجود، نعم أستاذ موجود موجود. طيب أنجي عباس، نعم دكتور. آية قيس، إيهاب موجود، زهراء ستار، نعم دكتور. زهراء مثنى، نعم دكتور. زين العابدين، زين. سجاد،
سجاد عبد الرزاق صادق. نعم دكتور موجود. صادق موجود. صهيب. صهيب عبد الحسين. نعم دكتور موجود. عبد الله. نعم دكتور موجود. حلاوي. علي أنور. نعم دكتور موجود. عمر. عمر. فاطمة. نعم دكتور موجودة. كرار. كرار. محمد عباس. نعم دكتور موجود. محمد عبد الزهرة. محمد عبد الزهرة. مرتضى. نعم دكتور موجود. مصطفى. نعم دكتور موجود. طيب معن. معن. وميادة. نعم دكتور موجودة. طيب هسه حصيح مرة ثانية الغيابات. عندنا اللي ما جاي هو إبراهيم عباس، إبراهيم عصام، آية قيس، سجاد، صهيب، علاوي، عمر، كرار، محمد عبد الزهرة، ومعن. ماشي شباب؟ دكتور بدون زحمة، بشعبة أي أمير عايد كتب لنا حادثة أعتقد إنه هو ما نتم موزين أو هاي شيء. أعتقد شلته أنا، سجلته بس بعدين مسحته، سنرجع له. إيه تمام هذا. إيه أمير مسحته كان غايب بس مسحته. نعم نعم تمام شكرا دكتور. شكرا شباب اللي يريد منكم المحاضرة الجاية إن شاء الله الأربعاء. إنه هاي المادة اللي أنتوا استقريتوها أو قريناها وإحنا تناولناها تعيدوها بينكم وبين نفسكم حتى أخاف أسألكم بها كتقييم شفهي. ومضطرين إحنا نغادر لأنه عندكم محاضرة ولو اليوم محاضرة عشان قصيرة بسبب الإنترنت. لهنا نكتفي بهذا المقدار ونشوفكم إن شاء الله على الأسبوع القادم. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. نعم عمر حازم شابت فيه. عمر حازم شابت فيه. اي دكتور فصل النت وهسه عمر حازم ماشي. نعم.